اقتحم مسلحون من جماعة أنصار الله مقر الأمانة العامة للحوار الوطني اليمني في صنعاء، في حين أعلنت الأمانة العامة توقف أعمالها في العاصمة اليمنية ودانت الحادثة. وأضافت الأمانة العامة للحوار في بيان إن 15 مسلحا حوثيا حاصروا المبنى قبل أن يقتحموا مكاتبه الإدارية ويضعوا حراسة مسلحة خارجه. ورأت الأمانة العامة أن هذا التصرف يندرج ضمن سلسلة الأعمال الهادفة لعرقلة مسار التسوية السياسية، ويأتي ذلك بعد انتقادات وجهها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر لجماعة أنصار الله بخصوص عدم التزامها بدعوات الانسحاب من مؤسسات الدولة، متهما عناصر وصفها بالمتطرفة بالسعي إلى إفشال الحوار الوطني. من تعز مراسلنا بشير عقلان والتفاصيل. على نحو متسارع تتداعى الأحداث في اليمن، فمن عدن تطلق التصريحات. المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر خاض في شأن جهوده السياسية وإلى ما وصلت إليه من تقدم وإلى ما يمكن أن تفضي إليه، لكنه أشار إلى وجود عناصر أعاقت مساعيه. أخبرت مجلس الأمن أنني أشعر بخيبة أمل لأن الحوثيين لم يستجيبوا لمطالب المجلس بالانسحاب من مؤسسات الدولة وبالإفراج عن الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الإجبارية أو المعتقلين بشكل تعسفي وبالكف عن أي إجراءات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تقويض العملية السياسية والمساس بأمن واستقرار اليمن. مهمة بن عمر تتسع، فما بدأ من صنعاء يمكن أن يستكمل في عدن على إثر اتخاذ الرئيس اليمني لها مقرا له ودعواته إلى نقل طاولة المفاوضات إلى مكان آخر غير العاصمة سواء داخل اليمن أم خارجها. نزول بن عمر إلى عدن أنا أعتقد ربما فقط لفترة محددة سيكون هناك انفراجا، لكن سيزرع أيضا عقبات وتفخيخات أخرى ستفضي إلى مشاكل جديدة. تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المواجهات بين الحوثيين ومقاتلي تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء، في حين يبقى الترقب سائدا في محافظة مأرب. على الرغم من المساعي السياسية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة اليمنية، إلا أن أوضاع البلاد ما إن تخرج من متاهة خلاف حتى تدخل في أخرى. بشير عقلان لقناة RT